من مكانه في مقهى يطل على الشارع الرئيس في سوق أربعاء الغرب، رأى عبد الله الورات جرارا يدخل شارع مفضل الشرقاوي. يبدو جرارا جديدا، الذي يسوقه لم يكن سوى محمد ولد الحاج. يومها كان على غير عادته حليق الذقن، وقد خط شارباه بعناية، وكان لا يفعل ذلك إلا استقبالا لحدث سعيد، لعله يحتفي بالجرار الجديد. أحس عبد الله بشيء وقر في نفسه، يتساءل: لما لا أستطيع أنا أيضا أن أشتري جرارا جديدا؟ موسم الحرف على الأبواب، الفلاحون يستعدون وهم يحملون معهم أملا بحصاد وفير. في المساء لما عاد إلى الدوار، دوار كريز، اكتشف أن الجميع على علم بأن ولد الحاج اشترى جرارا جديدا، وأنه يقيم حفلا في منزله دعا إليه الجيران. قالت له زوجته إنها رأتهم يسوقون عجلا لذبحه، ثم أضافت أن ولد الحاج أرسل ولده يدعوك للعشاء. مرر كفه على ذقنه الذي لم يحلق منذ عدة أيام، ثم تنفس نفسا عميقا، دخل إلى غرفته دون أن يتكلم. لم تكن زوجته لتجهل ما يكنه من حسد لمحمد ولد الحاج. بين الرجلين تنافس حاد منذ أيام الصبا والشباب، تنافس لم تمحه السنون، وها هما الآن في العقد الخامس من العمر. لم تجرؤ المرأة على الدخول على زوجها لتذكره بدعوة محمد ولد الحاج، وقد لاحظت أن الوقت يقترب من العشاء، ثم سمعته يناديها كفاها تذكيره بالحفل. ارتدى جلابته البيضاء ووضع على رأسه عمامته تلك التي يسميها الشرقاوية، وخرج يحمل ثلاثة من قواليب السكر. استقبله ولد الحاج وعانقه بحرارة، بارك له عبد الله الجرار، ثم دخل المنزل وجهه إلى غرفة جلس بها الطلبة ووجهاء الحي، سلم عليهم واحدا تلو الآخر. قبل أن يفرغ من المصافحات انطلق صوت شجي يتلو آيات من القرآن الكريم. في زاوية من الغرفة جلس الفقيه إبراهيم المؤذن على السجادة الحمراء، ووضعت أمامه صينيتان بهما لوازم إعداد الشاي. الفقيه إبراهيم خبير بذلك، مشهود له. كان يردد بصوت خافت ما يتلو ذلك الصوت الشجي من آيات، وهو يدلي إلى البراريد بملاعق من السكر. ثم بإشارة منها جاء غلام بمقراج كبير ينفث بخارا، صب الماء المغلي على ما في البراريد من حبوب شاي وسكر ونعناع. قال الصوت الشجي مختتما تلاوته: صدق الله العظيم. عم الغرفة الصمت، كانت الوجوه تنظر إلى السجاد في مظهر من الخشوع. نهض عليل والحلاق وحمل صينية ملئت أكوابا من شاي، وراح يطوف على من في القاعة. جلس ولد الحاج على كرسي خشبي صغير كذلك الذي يحمله ماسح والأحذية، كان منهمكا في حديث مع المقدم. الذين كانوا بالقرب منه سمعوه يتحدث عن الجرار الجديد الذي اشتراه بما يقرب من 20 مليون سنتيم، ثم عن رغبته في زيادة طابق على داره. قال للمقدم إنه يرغب في تزويج ابنه البكر. رد المقدم مباركا مقدما، ثم بدأ إبراهيم يتلو من سورة ياسين، وتبعه أغلب الحاضرين. كف ولد الحاج ومقدم الدوار عن حديثهما. من غرفة مقابلة يبدو أنها خصصت للنساء جاءت صرخة طفل. هم ولد الحاج بالنهوض من مكانه، ولما ظهر له من جانب الستارة وجه امرأة هي أخته، وضع سبابته على فمه وجعلها تتعامد مع شفتيه، إشارة يقرأها الجميع أمرا بلزوم الصمت. وحتى يطمئن إلى أن الطفل لن يصرخ ثانية، اقترب من الستارة التي تتدلى على الباب وهمس لشقيقته كلمات. أنهى الطلبة قراءة سورة ياسين كاملة، ثم جاء صوت الفقيه سحمد، ولعله كان أكبرهم سنا، يدعو لصاحب الحفل بالتوفيق والسداد والفلاح. كان الآخرون يؤمنون. جاء من خارج الغرفة غلام وقد أغلق كفه على ورقة نقدية، اقترب من أذن السحمد وألقى إليه بكلمات، ثم ارتفع صوت الشيخ بالدعاء لامرأة ترجو الله أن يرزقها الولد، ثم أحضر الطعام.
أطباق من اللحم وخبز وقنينات من المشروبات الغازية بألوان مختلفة. في حدود منتصف الليل انفض الحفل وغادر الجميع منزل محمد ولد الحاج. شهد عبد الله يتوقف مطولا عند الجرار الجديد الذي كان مركونا بجوار المنزل. لعدة أيام تحدث الناس في دوار كرايز عن الوليمة التي أولمها ولد الحاج، ثم مضى كل إلى انشغالاته ولم يعد يسترعى الانتباه ذلك الجرار الجديد. في أكتوبر بعد أن ارتوت الأرض من الأمطار الأولى صارت الحقول وجهة لا تضاهيها وجهة أخرى. في 15 من أكتوبر مضى محمد ولد الحاج إلى مقر شركة لبيع الأسمدة، كان ينوي تسجيل طلبية. ركن الجرار في زنقة قريبة بجوار شاحنة مخصصة لنقل المواشي، يعلم أنه لن يتأخر كثيرا. أمضى في مكتب شركة بيع الأسمدة نصف ساعة أو أكثر قليلا، اتفق على الكمية وعلى موعد التسليم ثم خرج. مضى رأسا إلى حيث ركن الجرار، شاحنة نقل المواشي لا زالت مستوقفة حيث هي. أدخل يده في جيب معطفه وأخرج مفتاح الجرار، ولكنه لما وصل لم يجده. ظن أنه ركنه في مكان آخر، ولكنه ما لبث أن أيقن أنه ركنه بجوار الشاحنة التي لم تتحرك. ليس هناك شك، سرق الجرار. نظر في كل الاتجاهات، رفع بصره إلى نوافذ المنازل المجاورة فلمح وجه امرأة كانت تنظر إليه. استشعر أنها تريد أن تقول له شيئا، سألها بصوت مسموع إن كانت رأت من سرق الجرار. بدت لم تسمعه جيدا، اختفى وجهها من النافذة. وبينما هو يقلب نظره ذات اليمين وذات الشمال انفتح باب المنزل الذي كانت تطل منه تلك المرأة. وقفت بالباب تبدو امرأة في الستين. تقدم إليها وسألها إن كانت رأت من سرق جراره. قالت إن 3 رجال جاءوا على متن شاحنة كبيرة وسحبوا الجرار وأركبوه الشاحنة ثم اختفوا. لم تدل المرأة بمعلومات أخرى غير أنها أضافت أنها شاحنة لون مقدمتها أصفر. شكر المرأة وانطلق يريد إلى مركز للشرطة قريب من المكان. سجل ما أبلغ عنه وقال له الشرطي إنهم سيتصلون به إذا ما توصلوا إلى نتائج. ذاك المساء عاد محمد ولد الحاج إلى منزله كئيبا، أبلغ زوجته بالذي حدث وطلب منها ومن أولاده أن يتكتموا. في الغد كان يقرأ في أعين البعض تساؤلات، بل إن منهم من سأله مباشرة عن الجرار. كان يرد بأنه تركه للصيانة، لم يكن جوابه مقنعا. ما أن حل المساء حتى فوجئ بمن يقول إن الجرار الجديد لولد الحاج قد سرق. لما التقى بعبد الله الورات بادره بسؤاله عما إذا كان قد استرجع جراره المسروق. رد عليه بسؤاله عمن قال له إن الجرار قد سرق، لم يجب على ذلك السؤال. كان موقف الورات مثيرا للشك. في الصباح مضى إلى مركز الشرطة حيث أبلغ عن سرقة جراره. قال للشرطي الذي استقبله بالأمس إنه يريد أن يضيف إلى ما صرح به معلومات جديدة قد تفيد في البحث. أبلغه بما سمعه من مصطفى الورات. موسم الحرث بدأ وولد الحاج يعض على أنامله من الحسرة. لديه جرار قديم يحتاج بعض الإصلاحات. جاء بشاحنة استأجرها ونقل الجرار إلى القنيطرة لإصلاحه. كان محمد زبونا قديما لصاحب تلك الورشة. لما شرح له الظروف التي جعلته يأتيه لإصلاح الجرار القديم واستعجاله إتمام عملية الإصلاح، قال له الرجل إنه يستطيع أن يجد له جرارا في حالة جيدة وبثمن جد معقول. أكد له أنه يعرف شخصا متخصصا في استيراد الجرارات والآليات الفلاحية. وافق على أن يزوره ويرى ما يعرضه من بضاعة. كان محله في ضيعة تبعد عن القنيطرة بعدة كيلومترات. في مدخل الضيعة مساحة كبيرة ركنت بها في نظام عدة جرارات وآليات فلاحية. رحب الرجل بمحمد والميكانيكي الذي يرافقه. طاف بالجرارات الفلاحية المعروضة لديه، كانت 5 أو 6.
استوقف اهتمام محمد جرار يشبه إلى حد كبير الجرار الذي سرق منها، حتى إنه ظنه هو. دقق النظر، قال له الميكانيكي الذي يصاحبه إن ذلك النوع من الجرارات جيد للغاية. وفي غفلة من الرجلين امتطى محمد الجرار وأخرج من جيبه مفتاح جراره المسروق وأدخله في الفتحة المخصصة لإدارة المحرك. بدون أدنى صعوبة دار المفتاح. أيقن محمد بأن القدر ربما ساقه إلى جراره المسروق. لم يقل شيئا، فقط إنه سيعود لإتمام الصفقة. قال الميكانيكي الذي يرافقه إنه ضامن عودته. عاد محمد إلى سوق أربعاء الغرب من ليلته. كان له ابن شقيقة يعمل محاميا، مضى إليه يطرح عليه القضية بتفاصيلها الكاملة. تأسس التحرك على البلاغ الذي تقدم به إلى الشرطة في سوق أربعاء الغرب، ومضت بعثة من الشرطة والدرك إلى تلك الضيعة بأطراف القنيطرة حيث تمت معاينة الجرار. الرقم التسلسلي الذي على هيكله هو المدون في الوثائق التي بحوزة محمد ولد الحاج. وجد المحققون أنفسهم في مواجهة عصابة تخصصت في سرقة الجرارات والآليات الفلاحية وإعادة بيعها بعد تزييف وثائقها والأرقام التسلسلية لهياكلها المعدنية. من حسن حظ ولد الحاج أن الشبكة لم تكن قد مست الأرقام التسلسلية لهيكل جراره. خلال مراحل التحقيق المختلفة لم يثبت وجود يد ما لعبد الله الورات في قضية سرقة جرار محمد ولد الحاج.